أنا دكتور وجراح المستشفى هون. إحنا عندنا هنا مستشفى رويال كير البيطري، هو المركز الأول والوحيد المختص في الحيوانات الأليفة اللي هي تشمل القطط والكلاب. عندنا هون بنقدم كل الخدمات الطبية اللازمة للحيوانات، من فحوصات، من فحص سريري، من فحوصات مخبرية، سواء كانت تحليل البول، تحليل البراز، فحوصات الدم. بنقدم العلاجات وخدمة المبيت، المبيت بأنواعه، عزل الأمراض الفيروسية، مبيت الأمراض السارية والعادية، ومبيت الفندقي أيضا اللي بده يسافر ومش عارف وين يروح بحيوانه. كل هاي الفحوصات والخدمات إحنا بنقدمها عندنا هون. طبعا هاي الفكرة في عليها إقبال، في ناس يعني، وأصلا إحنا كمجتمع إسلامي خلينا نحكي لازم يكون عندنا في الرفق بالحيوان، لأنه ديننا حثنا على هذا الموضوع. ففي اقبال من الناس انه والله حتى انه حيوان الشارع، انه والله مثلا شافه متضرر انه يهتم فيه، يحاول يعالجه. طبعا احنا هون في المركز بنتحمل جزء من علاج الحيوانات الخارج عن خارج يعني خارج المنزل. اذا كان في حيوان متضرر شيء، احنا طبعا بنساهم في الموضوع هذا.